الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، فمع تأملات قرآنية وسورة القصص والإمام ابن كثير في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: إنك يا محمد إنك لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يوم القيامة كما قال تعالى، ليس في سورة البقرة وسورة يوسف، قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحكمة التامة. قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه، وهو المسيب ابن حزن المخزومي رضي الله عنه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يعني واضح ما قالش أنا محروق بقى، واضح وعمل حساب الناس وتكلم في السياسة، لا، يا عم قل لا إله إلا الله، ما قالش الدين لله والوطن للجميع، واضح، وقال كله بيعبد في النهاية إله واحد، لا، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعني ويعودان له، أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، بتلك المقالة
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أخرجاه من حديث الزهري، وهكذا رواه مسلم في صحيحه، والترمذي من حديث يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقال: يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد ابن كيسان، ورواه الإمام أحمد عن يحيى ابن سعيد القطان عن يزيد ابن كيسان، حدثني أبو حازم عن أبي هريرة فذكره بنحوه. وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة أنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فأبى عليه ذلك وقال: أي ابن أخي ملة الأشياخ. وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جاء إلي. يعني ده كلام، يعني كان رسول قيصر جاء إلي قال: كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره، ثم قال: ممن الرجل؟ قلت: من تنوخة. قال: هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله: وقالوا إن اتبع الهدى نتخطف من أرضنا، يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار عن عدم اتباع الهدى، حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفون أينما كنا. فقال الله تعالى مجيبا لهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل، لأن الله جل وعلا جعلهم
في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنا في حال كفرهم وشركهم، ولا يكون يعني آمنا يعني لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله جل وعلا يعني يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي من سائر الثمار ممن حوله من الطائف وغيره، وكذلك المتاجر والأمتعة رزقا من لدنا، أي من عندنا، أي من عندنا، ولكن أكثرهم يعني لا يعلمون. فلهذا قالوا ما قالوا يا إخوان، إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا. يعني وقال النسائي أنبأنا الحسن ابن محمد، أنبأنا الحسن ابن محمد، حدثنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني ابن مليكة قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس، عن ابن عباس ولم يسمعه منه، أن الحارث بن عامر ابن نوفل الذي قال إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.